صباح النور صامبيلا ديالي، ويوم جديد وفيديو جديد على قناتكم وقناتي نبيلة صامبيلا. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ساليتوا الحولي ولا باقي. المهم انا راني تعطلت عليكم في هذا الفيديو، وهو الجزء الاخير من سفرة فيغاس. يلا ساليت لي والله القسم، دابا داز على هادشي سيمانه ولكن ما بغيتش نحرم البنات. قالوا لي نبيلة كملي لينا، بغينا نشوفوا. المهم هذا النهار اللي قبل الليله اللي قبل ما غادي نرجعوا، مشينا كلينا في واحد البوفي زوين في اوتيل دوين. على ذكر البوفيات، بزاف سولوني على لي بوفي واش محلولين على هادشي ديال الوباء في فيغاس، حيت دويت على لي بوفي ولكن بزاف استغربوا. ولكن فعلا راه ما كاينينش لي بوفي بعدا في ام جي ام، وبزاف ديال لي زوتيل ما كاينش فيهم لي بوفي بسبب الوباء. وحتى هاد لوطيل اللي مشينا كلينا فيه مع اصدقائنا دوين، هو راه بوفي ولكن ما كتنوضيش انت تجيبي الماكله من كما كتشوفوا، راه هما كيجيبوا حتى داك الطبيصلات وداكشي صغير، يعني كتبقاي تطلبي 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 بحال داك النظام ديال اول يو كان ايت، يعني كتبقاي تطلبي المنيو داكشي اللي هما موجودينو في البوفي كيمشيو هما يجيبوه لك ويحطوه لك، يعني ما كتمشيش تنوضي انت تجيبيه. طبعا تفاديا لداكشي ديال الوباء، وزوينه صراحه هنونه، يعني داكشي اللي كاين في البوفي كتقولي بغيت من هذه بغيت من هذه، كيجيبوا لك شويه من هنا شويه من هنا حتى كتكملي داكشي، كيعاودوا يجيبوا لك يعني قد ما قدرتي تاكلي. وصراحه الثمن ديالو مناسب جدا، ما عرفتيني ما خلصناش بزاف صراحه في هادشي كامل، وهادشي راه كله داخل في الثمن ديال 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 اول يو كان ايت اولا ديال البوفي. بحال دابا مثلا كتخلصي 30 دولار راه كيحطوا لك داكشي كله كتبقاي تطلبي كما بغيتي، والدراري الصغار ما تيخلصوش عليهم. انا كنشرح طبعا بالنسبه للناس اللي بزاف سولوني، بنات ميريكان وبنات لاس فيغاس، لان عجباتهم الفكره هذا السويت ديال صاحبتي، شي حاجه دو لوكس خطير 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 خطير، شي حاجه غويال. وتا هما عرفتي راه خداوه بواحد الثمن تقريبا 50% ديسكاونت، راه ماشي تشوف هادشي تصحبو هادشي غالي وهذا. وحنا راه ملي كنبارطاجيو البنات الماكله راه زعما راه غير حيت كنسافروا مره في القرن ومره في شحال هادي، راه ماشي زعما في شهور ولا عياقه، راه تبارك الله كل واحد خيره عنده في محله. راه حتى حنا ماشي تنسافروا ديما، وملي تنبغيو ملي تنسافروا راه حنا تنبغيو نوريو البنات لربما تا هما يستافدوا. انت انا تيعجبني بزاف نشوف لي فيديو هكا كنقدر نستافد منهم، وماشي زعما راه غير مره رحنا كانت الكورونا وكنا مكرونين في الدار، فملي خرجنا زعما بغيت نشارك. ما انا ماشي زعما تنبغي من حيت بزاف كيتقلقوا يقولك علاش كتشاركي الماكله مالكم ملهوطين مالكم فيكم العياقه. لا لا ابدا، كل البعد رحنا تنشاركوا يوميات عاديه في الدار في الكوزينه، تنطيبوا العدس كنطيبوا الكسكسو. فالواحد ملي كيخرج مره في شحال يعني بعد شهور باش كيخرج كيبغي حتى هو يشارك مع البنات، وحتى هما كيستافدوا. شوف هاد السويت شحال زوين، وحتى هما كما قلت لكم خداو بثمن زوين ما نقولش لكم. فنصيحه والله القسم البنات اللي باغي تبدل الجو، وحتى لي تيكي راهم رخاص. على ذكر لي تيكي كاين واحد المفاجاه قريبا غنعلمكم بها، غير كونفيرمي اليوم غنعلمكم بها البنات. على ذكر لي تيكي راهم رخاص بالنسبه للطيران الداخلي، زعما الا بغيتو تمشيو تقديو شي يومين ثلاث ايام، ولي زوطيل رخاص كلشي رخيص، حتى من الليموزين اللي كنت صورت لكم في الفيديو راه عرفتي بالثمن 50%. يعني داكشي اللي دوزناه في هذه السفره كان ربما يكلفنا ثلاث اضعاف داكشي اللي خلصنا، غير باش تفهموا راه ماشي تحبوا. هذا هو السويت ديالهم، شي حاجه زوينه كما قلت لكم. المهم سالينا هذا النهار، تفرقنا مشينا نعسنا فقنا، هذا هو النهار ديال التشيك اوت. فقنا حتى الوحده ديال الظهر، جمعنا الحوايج وكان عندنا واحد الفاوتشر ب 100 دولار باش اننا ناكلو فري في لوطيل، نقدروا ناكلو اللي بغينا، وعطاونا واحد 100 دولار زعما بحال البونيس. المهم نهار الاخر مشينا تغدينا خدينا هذا الشيء، ما خلصنا فيه ترى حتى شي حاجه، خلصنا غير التيب كما قلت لكم راه الفشوش ثمن هاد ستاربكس هادي والله القسم الا تحطات على الغرفه في الاخر. يعني صراحه استغلوا الفرصه اللي باغين يسافروا استغلوا الفرصه هاد الوقيته. صافي درنا تشيك اوت، خدينا لي فاليز ديالنا، شربنا قهيوه، دينا الدراري شويه درنا تصورنا. صراحه هاد السفره كانت غير حيت دوزتها كلها مع الدراري، صراحه ما تفرقناش وكانت زوينه مختلفه بعكس السفرات اللي دازو قبل. كنت كنخليهم كما قلت لكم مع البيبي سيتر ولا فلاك خيش، ولكن هاد السفره كانت زوينه دورتهم، وانا ما حسيتش براسي يعني قلتي
سامر كيقول لي انت مسكين عيان سخفان مسالي. شوفوا جاد النظارات. عاد كنتخيل جاد ممثل، ما عرفتش اش كنتخيلو ملي يكبر غيكون شي ستار في عالم في سميتو، في كنتخيلو ممثل ما عرفتش عنده شي يعني وجهه كيمثل. صافي هذه هي فيغاس بنهار. صراحه الجو صراحه الصهد بزاف، ولكن استمتعنا. نتمنى يكون عجبكم البنات الفيديو، نتمنى تدعموا اختكم صامبيلا بتعليقكم زوينين وبالدعم ديالكم وبتشجيعكم حيت كيفرحوني. خليوا لي لايك ديالكم وموعدنا في الفيديو الجاي. راه قلت لكم كاينه مفاجاه غادي نعلمكم بها، غير كونفيرمي دابا شي امور وغادي نعلمكم بها، وكنبوسكم بزاف. مثل العادة نعست الطريق كلها 4 سوايع كاملة متكاملة. بيبي نمت عن جد نمت؟ أنا نمت عن جد نمت؟ ها؟ لا ملاك جود. قديش نمت؟ كم دقيقة نمت؟ لا لا قول كم دقيقة نمت أنا؟ أنت؟ أنت لك 3 ساعات تقريبا. نمت الطريق كاملة عليا وعلى الجيران وعلى الحباب وعلى يعني مسكين دايما كيقول لي انت كتعطل كتنعسي بحال الدراري. المهم عرفتي وصلنا ما نقولش ليكم. خواتي كيما كنقول لهم خوتي خواتاتي اخواني واخواتي كيقول لي حيدي ديك الكلمه. لا ما كرهت لا شكرا. لا لأنه بصح كنقولها بزاف، مو لأنه أنت ما بغيتيش نقولها، حيت ملي كتكرر الكلمة كتولي يمكن باسلة. سعداتي وسيد سعداتي سيداتي يعني المهم دابا اش خاصنا قهوة، كنحس براسي قد هكا. المهم بيبي الله يعطيك العافية ويعطيك الصحة والسلامة ويخليك لينا ويعطيك عن جد والله القسم أبونا أبويا الثاني. يلا ثانك يو بيبي والله يعطيك العافيه وشكرا على الاجازه الزوينه اللي خرجنا عن جد بدلنا الجو
حتى الاولاد العظيم خرجوا قاعدك الطاقه اللي عندهم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. بوسه كبيره لكم، بركوا عواشركم.